وفي هذا الصدد تطرق سعادة السيد عيسى الدوسري عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تطرق خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أهم المحاور من الموضوعات التي تم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماع الدوري 15 لرؤساء مجالس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون. مشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب اليوم في الاجتماع الدوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد ألقت معالي رئيسة مجلس النواب رئيسة الدورة 14 كلمة أكدت فيها على وقوف مملكة البحرين مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ضد الهجمات المسلحة، كما ركزت على أهمية الأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة التعاون الخليجي والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، كما استنكرت مواقف البرلمان الأوروبي المضللة مؤخرا ضد دول مجلس التعاون الخليجي.